عندما ننظر للتاريخ نجد أن الإنسان في العصور السابقة قبل ظهور النظام الكتابي الذي يعتمد على الأحرف، كانت الأحرف هي مزيج من الصورة والصوت. وبطبيعة الحال نجاح أي نظام كتابي أو نظام فني عندما يصل إلى قمة الازدهار، بطبيعة الحال تأتي الحاجة أو الاحتياج لإيجاد صيغة أخرى أكثر تطورا وأكثر وأسهل في التعامل. من هنالك ظهرت النظام الكتابي المعتمد على الأحرف، وإن كان مختلف في اللغات من شكل الأحرف وتصميمها، ولكنها كلها تأتي من نظام واحد. ازدهار هذا النظام أدى إلى اندثار الأنظمة القديمة التي تعتمد على الرسم والصورة، فتم فصل الرسم عن الصورة فأصبح الرسم منطوق. وكذلك ظهرت الحاجة في المجال الفني ليس من باب الفراغ، وإنما لاختلاف المادة ظهرت الأحرف المستخدمة في الموسيقى لتكون مغايرة للأحرف الكتابية، لأن النظام الكتابي عجز عن أن يكون وسيلة للتعبير وحفظ النوتات الموسيقية، فظهرت نوتات مخالفة للنظام الكتابي المعروف، وكانت متخصصة في المجال الموسيقي. كذلك هي الحال عندما ظهر المجال التقني وأخذ فيه الازدهار، دعت الحاجة إلى وجود لغة تترجم لغة الآلة إلى لغة مفهومة يتعامل معها الإنسان الفني لكي يكتب بلغته وتترجم إلى لغة الآلة. وهذه اللغات وإن كانت تستخدم نفس المفردات ونفس الكلمات التي كانت وما زالت موجودة في اللغات الكتابية، إلا أنها في سياق وكتابة مختلفة تماما. هذا التنوع في اللغات البرمجية أدى في نهاية المطاف إلى ظهور لغة جامعة هندسية. هذه اللغة تترجم أو ترسم السياق البنائي للمشروع الذي يراد إنجازه بلغة شبيهة للغة الموجودة في الهندسة المعمارية، ولكن بتطبيق ملائم للمجال التقني. ظهرت اللغة التي هي UML، والتي تخاطب الأفكار إداريا، ولكنها في التنفيذ قابلة للتنفيذ بأي لغة برمجية أخرى. وهذا له استخدامات إدارية وتنسيقية أكثر من أنها فنية. وجود لغة واحدة تستطيع أن تعبر عن كل اللغات بصيغة هندسية هي وحدت الجهود والاختلافات الموجودة في اللغات الأخرى، وأوجدت لغة إدارية
يمكن للجانب الإداري التخاطب مع الجانب الفني في توصيف وبناء المشاريع بلغة مقاربة تقرب الفجوة ما بين الإدارة والجانب الفني. وإذا أخذنا من كل ما سبق حرفا واحدا والذي هو البنية الأساسية للغات أو الأنظمة الكتابية الثلاثة، سنجد أنه في العصور القديمة كانت الصورة والصوت هي جزء واحد للحرف الذي يعبر عنهما معا. ونجد أن النوتة الموسيقية هي تعبر عن الصوت فقط، الصوت فقط بشكل مجرد، ولكنها كانت أكثر أقل تنوعا ومستقرة في مختلف المجتمعات ومختلف المدارس الموسيقية في العالم. بينما اللغة الكتابية التي نستخدمها فهي أوجدت شكلا مرسوما للصوت في مجموعه مع أحرف أخرى يشكل لنا كلمة، ولكنه كحرف هو يعبر عن صوت فقط، ولكن الصوت له صورة. فمثلا الألف والأي والبي كلها أشكال وحروف لها اسم، ولكنها تحمل صوتا لتشكل منها كلمة. هذه كلمة تختلف معانيها من سياق الموضوع لاختلاف الثقافة. فإذا أمعنا في التركيز على الاختلافات بين الثلاثة، سنجد أن الكتابة بالأحرف العادية التي نستخدمها اليوم هي حمالة أوجه وتحمل أكثر من تفسير في الفهم والسياق، بينما النوتة الموسيقية فهي موحدة لأنها معتمدة عند الجميع، ولكنها تختلف في الإخراج الموسيقي حسب الآلة. بينما في الأحرف القديمة في العصور القديمة كانت أحرف يوجد صعوبة في كتابتها وتعبيرها، ولكنها كانت الأكثر استقرارا لأنها جمعت بين الصورة والصوت ولا مجال للتأويل فيها. ومن هنا وجدت أنه كان لابد أن توجد لغة في هذا العصر الذي نعيشه المتقارب المتسارع في الاتصال والتواصل، والذي أبرز الحاجة إلى إيجاد صيغة للتعارف وليس للتفاهم، إذ أنه لا يمكن أن يكون هناك تفاهم بين أفهام وثقافات وخلفيات مختلفة تماما في تكونها ونشأتها وتاريخها، سواء كان في الجانب الثقافي أو حتى في الجانب المهني، لأنها كلها لها أصول متغايرة متخالفة بحسب نشأتها وبيئتها. فجاءت الفكرة أن يكون هناك لغة هي تأخذ الطابع الهندسي البسيط لكي تعبر للآخر، ليس لهدف الفهم وإنما هدف التعريف. وهذه اللغة مكونة من أشكال هندسية بسيطة، هي النقطة والخط والدائرة والمثلث والمربع، التي تكون جميع الأشكال
المعرفية للتعريف البيني داخل المجال الواحد وبين المجالات الأخرى. وهذا تطبيق بسيط لها، حيث أن يمكن للجانب الزراعي التعريف أن مراحل نمو الثمرة يأخذ هذا النطاق. وهنا أيضا مثال في الجانب الأدبي، حيث أن استخدامات الأدوات الموجودة تأخذ هذا السياق، فمن غير النقطة لا يوجد خط، من غير الخط لا يوجد كلمات، وكل كلمة لها معنى مختلف، ومخرج الكلمة هذه قد تكون كتاب، قد تكون مقالة، قد تكون أشكال مختلفة، ولكن في المربع نجد أن الكتاب هو معيار في الحفظ، وهو أداة في حفظ ما سبق. كذلك في المجال التقني نجد أن نقطة الاتصال وخط الشبكة والجهاز المحمول كدائرة تعامل وتطبيق أيا كان التطبيق الذي يستخدم، وفي النهاية الأسس الأساسية في برنامج، أي برنامج هي أسس ثابتة، فكمثال تطبيق الهاتف. كذلك في الرياضة نجد أن هناك الكرة التي إن لم توجد لا يوجد مجال لقيام هذه اللعبة، ويوجد هو النظام أو الخط الواضح والفريق بالأسس المعروفة والاتجاه اتجاه الكرة، سواء كانت في الهجمة أو هذا الهجمة قد تحقق هدف أو لا، والملعب الذي هو الأساس الذي يبنى عليه كل ما سبق. في الحاسب الآلي أيضا هذه تعتبر أساسيات في استخدام الحاسب الآلي، الفأرة واستخداماتها من حيث الأساس والتطبيق بها.